السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نستكمل عرض جهازي أمنية سامسونج. ايه 8000 سامسونج أمنية برو أو بي 7610. بالبداية راح أقارن جهازين من حيث الشكل الخارجي الهاردوير، وبعدين أحاول أنتقل للسوفتوير للجهازين. جهاز سامسونج أمنية برو، طبعا الشاشة 3.5 إنش دقة WVGA، طبعا التقنية أموليد، متوفر الطاقة حوالي 30 ل 40% مقارنة مع أجهزة البوكيت بيتسي العادية، ذات الشاشات العادية. كهاردوير الجهاز من الخارج بيحتوي على مكان أجل العمل السوفتوير سيت، القلم موجود في المنطقة هون، بنلاحظ أيضا عندي الزر من أجل فتح الشاشة وإغلاقها، في عندي زر الكاميرا من الأسفل، بنلاحظ بس فتحة الميكروفون من الطرف الأيسر، خفض ورفع الصوت مع زر انتقال بين وضع العمل ووضع العادي. من الخلف كاميرا مع ليد فلاش، طبعا هن عبارة عن ليدين، تو ليدز يعني جنب بعض، ولكن بيختلفوا إذا قارنا مقارنة سريعة مع سامسونج أمنية 2. بنلاحظ إنه التو ليدز متباعدين، في حين بأمنية برو قريبين من بعض. كاميرا 5 ميجا بكسل مع ميزة أوتو فوكس. من الأعلى في عندي فتحة لل سماعات الرأس محمية طبعا بغطاء جلدي، المنفذ 3.5 ملي أمبير، وفي عندي فتحة تانية من أجل وصل كابل يو اس بي أو الشاحن، طبعا محمية أيضا بغطاء مطاطي. الجهاز طبعا بيحتوي على كيبورد خارجي، بحيث إني بإمكاني كتابة الرسائل أو الإيميل من خلال الكيبورد. طبعا هو جهاز موجه بشكل كبير لفئة رجال الأعمال أكثر ما يكون جهاز ترفيهي. سامسونج أمنية 2 هو عبارة عن جهاز يعتبر ملتي ميديا أكثر من كونه جهاز تطبيقات أوفيس وما إلى ذلك. من الطرف الأيمن بنلاحظ زر إغلاق وفتح الشاشة، زر تراجع طبعا هو زر سريع موجود في المنطقة هون، زر الكاميرا. بنلاحظ أيضا عندي من الأسفل فتحة الميكروفون موجودة بالمنطقة هون، الطرف الأيسر فقط زري خفض ورفع المكالمة، فتحة صغيرة من أجل تعليق القلم. من الأعلى فتحة سماعات الرأس 3.5 ملي أمبير، يضاف إلى ذلك فتحة محمية بغطاء مطاطي من أجل وصل كابل الداتا أو الشاحن. من الخلف كاميرا 5 ميجا بكسل أيضا، والإضاءة هي عبارة عن 2 ليد فلاش موجودين بجانب بعضهم البعض. كمقارنة سريعة إن للهاردوير أو السوفت وير الجهازين، طبعا جهاز سامسونج أمنية 2 أخف وزنا، في حين جهاز أمنية برو شوي يعني يعتبر جهاز ممكن نقول عنه إن جهاز ثقيل الوزن، طبعا الفرق هو لا يتجاوز 40 جرام. الأبعاد بنلاحظ إني يوضع الجهازين جانب بعضهم، سامسونج أمنية برو أقصر قليلا، السماكة سامسونج أمنية برو أسمك نظرا لوجود كيبورد، عرض بنلاحظ سامسونج أمنية برو أيضا أنحف قليلا، يعني بحيث إني الميزات ككامل. الأشخاص اللي بيحبوا أن يتوجهوا لأجهزة يكتبوا إيميلات كتير أو ممكن رسائل كتيرة، يمكن استخدام سامسونج أمنية برو لهذا الغرض، ولكن لاحظت بإني الكيبورد جيد مقارنة مع أجهزة أخرى، ولكن نظرا لتجربتي لجهاز جهاز HTC Pro 2 لاحظت إن الكيبورد
في HTC Pro 2 افضل من حيث سرعة الاستجابة، من حيث الاداء، من حيث التباعد للازرار، في حين انه الازرار في سامسونج اومنيا برو قريبة نوعا ما على بعضها، احيانا لا يعني عند الضغط بحس قليلا بانه لا تستجيب مباشرة، ليس يعني ما هو السبب نظرا لوجود عطل في الهاردوير او السوفتوير، وانما إمكانية الضغط على الزر أحيانا ما بتكون مريحة تماما، فنضغط على الزر ولا يعطي على سبيل المثال الحرف المطلوب أو شيء، وإنما يجب أن نضغط مرة أخرى. طبعا تفتقر الكيبورد لوجود زراي الطلب السريع على سبيل المثال للقائمة موجودة في الأعلى، نوعا ما صغيرة، ولكن أيضا ممكن أن أعطيك تقييم 8 من 10. في حين جهاز سامسونج أومنيا 2 كجهاز طبعا مالتي ميديا، الشاشة الكبيرة نظرا لوجود حجم الشاشة الكبيرة طبعا هو يساعد الكيبورد إني يتم استخدام كيبورد على الشاشة الكبيرة. طبعا أنا جربت الكيبورد من شركة SPP، لاحظت الكيبورد رائع جدا وأداء سريع وما في أي مشاكل تذكر. الفرق بين الجهازين نظرا لتجربتي السريعة للجهازين، لاحظت بأن جهاز سامسونج أومنيا 2 مقارنة مع سامسونج أومنيا برو، الجهازين طبعا من حيث دقة الشاشة نفسها، من حيث ألوان الشاشة نفسها، ولكن نظرا للحجم الكبير قليلا لسامسونج أومنيا 2، ملاحظ أنه الأيقونز أكبر شوي بسامسونج أومنيا 2 من برو، وبالتالي فإمكانية الضغط على سبيل المثال بالإصبع أفضل وأسرع نظرا إلى أنه الأيقونات أكبر، فيمكن الإنسان استخدامها. طبعا هي فعالة أيضا في سامسونج أومنيا برو، ولكن كما قلت سامسونج أومنيا 2 أفضل قليلا بالنسبة للإصبع. التنقل وحساسية الشاشة، لاحظت أن الشاشتين تقريبا يعني نفس الحساسية، نفس سرعة التنقل، ما في أي مشاكل. نوع الشاشة المصنعة من لكلا الجهازين هي نفس النوع، بحيث إني الاستجابة سريعة وجيدة. سامسونج أومنيا 2 باعتبار الشاشة أكبر قليلا فهو أفضل لعرض الفيديو، عرض تصفح الإنترنت وما إلى ذلك. سامسونج أومنيا برو طبعا لا يشكل المشكلة كبيرة حجم الشاشة الصغير قليلا، طبعا هو مو هالفرق الكبير بالشاشة 3.5 و 3.7 انش، ولكن هال 0.2 انش يعني تساعد اكثر في سامسونج اومنيا 2 على استعراض الصور، استعراض ملفات الفيديو. وزن الجهاز الخفيف لسامسونج اومنيا 2 ممكن يكون ميزة بالنسبة للاشخاص اللي ما بيحبوا يشيلوا اجهزة ثقيلة نوعا ما في جيوبهم او معهم. من خلال تجربتي الاشخاص اللي بيحب مثلا يقولوا انه ممكن انا اتوجه لسامسونج اومنيا برو من خلال او من اجل استخدام الكيبورد، طبعا هو جيد ولكن كما قلت مو فعال بشكل 100%، وبالتالي يمكن ان الانسان يقتني سامسونج اومنيا 2 ويستخدم الكيبورد فيرتشوال كيبورد الموجود في الجهاز بحيث لا يشكل اي مشاكل، على سبيل المثال استخدام كيبورد موافق من شركة SPP، بنلاحظ ان الكيبورد حساس لأي ضغط وبشكل سريع، طبعا ما في أي مشاكل تذكر. كاستخدام كابل التي في للجهازين، وصلت الجهازين على التلفزيون، طبعا الجهازين تقبلوا كابل التي في اللي هو خاص من نفس كابل تي في نوكيا على سبيل المثال N97، بحيث اني ما في اي مشاكل تذكر. كرأيي الشخصي كتقييم سريع، جهاز سامسونج اومنيا 2 بالنسبة لي لا وجدته افضل من سامسونج اومنيا برو لسبب واحد، اولا الذاكرة الداخلية اومنيا 2 2 جيجا او ممكن تكون 8 او 16 جيجا بايت، يمكن اضافة كارت ذاكرة، في حين سامسونج اومنيا برو فقط 1 جيجا بايت ويمكن اضافة كارت الذاكرة تصل ل 16 جيجا بايت. الشيء الثاني الكاميرا، ملاحظ ان كاميرا سامسونج اومنيا 2 بتسجل من حيث تصوير الصور الثابتة نفس الدقة، من حيث تصوير صور او تصوير الفيديو دقة سامسونج اومنيا برو اعلى من عفوا اضعف من اومنيا 2،
بحيث انه دقة سامسونج اومنيا 2 تصل ل 0.35 ميجا بكسل.